مشاهدينا رجعنا لكم مرة تانية وفقرتنا دلوقتي برضو فقرة طبية، لكن خلينا نتكلم ونقول ان يمكن الجزء ده في جسم الانسان ممكن نتخيل ان هو ما بيتأثرش بالصيام، لكن لا، ما فيش حاجة في الجسم ما بتتأثرش بأي حاجة تانية. العين، العين من الأجهزة الموجودة جوه الجسم اللي ممكن تتأثر زي أي جزء تاني جوه جسم الإنسان بالصيام، لكن إزاي بتتأثر؟ مين الأكثر عرضة لأن العين تضعف أو تتعب أو يكون في مشاكل مع فترات الصيام؟ ده اللي هنجاوب عليه النهاردة مع ضيفتنا الكريمة دكتورة كريستين لطيف، استشاري طب وجراحة العيون، وهنتعرف على تفاصيل كتيرة طبية. دكتورة كريستين، منورانا النهاردة. ازيك يا استاذة دريا؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. كل سنة وانتم طيبين. وانت طيبة بخير، ودايما يا رب يمر الشهر الكريم على الكل وهم في أتم صحة وأسعد حال. فعلا العين الواحد فعلا ممكن يتخيل ان هي من ضمن اجزاء الجسم اللي ما تتاثرش قوي بالصيام، يعني ممكن يكون في شويه جفاف عشان قله الميه مثلا، لكن اكتر من كده ما نتخيلش. خلينا ندخل في تفاصيل كده تخص هذا الجزء من جسم الانسان ونعرف مدى تاثر العين عموما. الاول كده، هل ممكن تتاثر فعلا بالصيام؟ هو طبعا العين زيها زي اي عضو في جسم الانسان، ممكن تتاثر بالصيام وممكن تستفاد من الصيام. تمام، تستفاد. يعني نعرف الاول التاثر، بعد كده لازم نعرف الاستفاده. من الحاجات اللي ممكن تاثر على العين زي ما حضرتك قلت الجفاف. الناس كتير بيبقى عندها جفاف في العين، خاصه لما يجي الصيام في موجه حر او في موجه تقلب زي دلوقتي. تمام، ده بيعمل لي بيزود الجفاف بتاع القرنيه جدا. فلذلك بننصح دايما الناس اللي عندها نسبه جفاف في العيون ان هي تخلي بالها قوي في فترات الصيام، وان هي لازم تعوض فتره الصيام اثناء الفطار ان هي تشرب كميه سوائل كويسه، ان هي تاكل خضار وفاكهه من اللي بيحتفظ بالسوائل اكتر، فده هيساعدني ان تكون الدنيا العين صحتها احسن. واستعوض فترة الصيام طالما ما انا عندي نسبة جفاف مؤثرة على عيني ان انا استخدم القطرات المرطبة بانتظام. احنا الحمد لله القطرة مش بتفطر، عشان دي نقطة بنحب ان نركز عليها، حتى دار الافتاء قالت لنا ان القطرات مش بتفطر. فمش معنى ان انا صايمة ان انا ما احطش القطرة المرطبة بتاعتي، ده بالعكس، انا الفترة اللي انا صايم فيها طالما انا صاحي وبنزل الشغل وبتعرض للشمس وبتعرض للسخونة مع كمان الصيام، فلازم اعوض ان انا احط القطرات المرطبه قد تكون بمعدل اكتر من الطبيعي اللي انا بحطه في الايام العاديه. تمام، ده هي كده، فده مهم قوي. الناس الثانيه، الناس اللي عندها قرح في القرنيه، يمكن اللي عندهم قرح في القرنيه معدل التئام القرح دي بيقل قوي في الصيام برضو بسبب عدم الترطيب. اوكي، فانا باخد بالي من العلاج والقطرات بتاعتي بحطها في مواعيدها اكتر، ولازم بتابع مع الدكتور بتاعي. لو لقينا ان في تاخر في التئام القرح او الجروح دي، ساعات بضطر ان اقول له لا، الكام يوم دول مش هنصوم لغايه ما نقدر الجرح يلم والدنيا تبقى تمام، ساعتها نرجع نكمل صيامنا عادي. نكمل صيام، يعني ده من ضمن الاشخاص اللي ممكن يكون استشاره الطبيب افضل بكتير طبعاً. لاني عينه هتتاثر مع الصيام. مريض القرحه، مريض القرحه في ناس بتبقى فيها قرح مزمنه شويه في القرنيه، وده بيكون الجفاف ليه دور كبير فيها. فده لازم هيسال الدكتور هصوم ولا لا؟ حالتي ينفع معاها صيام ولا لا؟ تمام، دي حاجه. الحاجه الثانيه، الناس اللي بيكون عامله عمليات عيون. في ناس بتكون فاكره ان العمليه زي ما قلنا ان القطرات بتفطر، فما استخدمش القطره في فتره الصيام. ده غلط كبير. انا لازم بستخدم القطرات، بتبقى متقسمه على مدار اليوم بعدد ساعات معين، فالدكتور بيقول لي انا بستخدم القطرات ازاي بتاعتي عشان ما تاثرليش على العمليه وما يحصلش التهاب وعدوى في العمليه، يبقى انا كده خسرت عين. للاسف العمليه هتكون فشل. بالظبط. طب احنا من ضمن الصور دي، هل دي صور بتوضح اي حاجه بالنسبه لحالات العين دكتوره كريستين؟ دي حالات السكر. دي لسه هنتكلم عنها. تمام، يعني يمكن الصور كلها عن حالات السكر. تمام، لان مريض السكر ممكن يستفاد من الصيام.
وممكن وممكن يلخبط الدنيا خالص في الصيام. طيب لا خلينا نكمل بقى الحالات الاخرى اللي لازم تكون حذره في فكره ان تبقى مهتمه بنفسها قوي في الصيام. حضرتك قلتي العامل عمليه ايه كمان؟ العمليات برضو اللي هو الناس اللي عندها التهابات متكرره في عينيها، برضو لازم تكون واخده بالها من النظافه بتاعت عينها اكتر، لان برضو الجفاف بتاع العين بيزود لي فرصه ان العين تتعرض للالتهاب. الناس اللي عامله عمليات ليزك دي ده برضه بعد الليزك بيكون عندهم نسبه جفاف، الجفاف ده هيزيد برضو في الصيام، فلازم اكون اخده بالي. حتى لو انا عامل عمليه الليزك من فتره وخلاص وقفت القطرات المرطبه، برجع اثناء شهر الصيام ان انا استخدم القطرات المرطبه بانتظام عشان ما يحصليش مشكله تاني في عيني واحس بالجفاف تاني وابدا العين تدهور. تمام. دي يمكن اهم الناس. بعد كده اللي هو عيانين الضغط والسكر، الناس اللي عندهم امراض مزمنه. اوكي، دول هنتكلم عنهم شويه بالتفصيل اكتر. لكن حضرتك ده بالنسبه للناس اللي ممكن تتاثر بالصيام. الشغف بقى اللي عايزين نعرفه دلوقتي، حضرتك ذكرتي ان في فوائد جميله للعين مع فتره الصيام، ممكن نعرفها برضو من حضرتك؟ الفوائد اللي اكتر للصيام ان انا لما هاجي اللي هو بالنسبه للعيانين الامراض المزمنه زي السكر والارتفاع الكوليسترول في الدم والضغط، لو انا ظبطت الاكل واستغليت زي ما الدكتوره كريستين قبلي اتكلمت عن ازاي هيظبط اكله فتره الصيام، بالتالي السكر بتاعه هيتظبط اكتر، الكوليسترول هيبدا ينزل. تمام، انا كده صحه عيني هتفرق جامد. اوكي، تمام. كده فهمناها، استوعبناها يا دكتور. يعني انا لما اظبط سكري، لما اظبط الكوليسترول بتاعي، لما اظبط الضغط بتاعي بتظبيط اكل صحي مع فترات الصيام المتقطعه، يمكن شرحتها الزميله الدكتوره كريستين قبلي اخصائيه التغذيه، هيفيدني انا كتير في تاثير السكر على الشبكيه وعلى العين، في تاثير الكوليسترول والضغط على الشبكيه والعين، فكده بتحميني من مشاكل كتير ومن مخاطر كتير ممكن تحصل لو انا عملت العكس بقى. عملنا لو انا العكس. اهملت ودخلت ان انا سبت نفسي في رمضان لاكل بيعمل بيحصل لي مشكله كبيره قوي. جميل. طب خلينا بقى زي ما حضرتك كده قلتي نتكلم اكتر عن مريض السكر والضغط، وخلينا برضو نفرق، احنا ما نقصدش بيه ضغط العين، لان في فرق كبير دكتورة كريستين. الناس طبعا ما بين ضغط العين ما بين ضغط الدم. نقولها كده سريعا، مقصود بده ايه ومقصود بده ايه، ونتكلم على الاول مريض الضغط وبعد كده نتكلم عن مريض السكر. مريض الضغط اللي هو عنده ارتفاع مزمن في ضغط الدم. تمام، فدي من الامراض المزمنه اللي بتكون طالما بدات مع الانسان مكمله معاه العمر للاسف. كله للاسف. تمام، فهو لازم بيخلي باله جدا منه من تظبيط ضغط الدم، لان الضغط بيأثر على كل اعضاء الجسم. تمام، بيأثر على العين، بيأثر على الكلى، بيأثر على القلب، بيأثر على كل جزء في اعضاء الجسم زيه زي السكر. فانا ضغط مريض ضغط الدم بيأثر لي طبعا، ممكن تحصل له مشاكل في العين كتير، فلازم يبقى مراعي وبيتابع كويس ضغط الدم، بيراعي برضه معاه يفحص عينه بكل على فترات روتينيه، خاصة لو حصل أي تغيير في النظر، إن ضغط الدم ممكن يعمل لي جلطة في الشريان بتاع العين، الشريان الشبكي، ممكن يعمل لي جلطة في الوريد الشبكي. تمام، ممكن يعمل لي تغيرات في الشبكية نتيجة الارتفاع الشديد في ضغط الدم، فده ممكن يعني بيسبب مشاكل في النظر لغاية إن هي تؤدي إلى العمى بعد الشر ان بعد شاء الشر الله. على الناس كلها. طب ده بالنسبه للضغط الدم. العام، اللي هو ضغط الجسم، ضغط الدم، ضغط الدم. لكن ايه بقى ضغط، يعني ضغط العين؟ ضغط العين ببساطه العين بيكون عباره عن كوره وجواها سائل. الكوره زي الكوره الكفر مثلا، بننفخها بيبقى ليها مستوى ضغط معين بتستحمل لغايه حاجه معينه عشان يبقى منفوخه وجميله كده. برضو السائل اللي جوه العين بيعمل ضغط معين بحيث انه يحافظ على صحة العين او على الشكل بتاع العين الكريم. لو السائل ده عليه دورة بالتصريف بتاعها. تمام، بحيث انه يفضل دايما في توازن في الضغط بتاع العين. لو حصل تفضل اي الكورة منفوخة. تمام، عشان هنوضحها بس المشاهد. لو حصل اي مشكلة في منع تصريف السائل بتاع العين، الدورة بتاعته حصل فيها اي جزء اتسد، او ان بدا الافراز بزياده قوي والعين مش قادره تصرفه، فبالتالي الضغط داخل العين هيزيد.
ده فأنا ما مقصود عنديش بيه ان بالكلمة ضغط، يعني بتضغط فعلا على بتضغط الكرة الموجودة. على اعضاء العين الداخليه. انا لو حصل كده في كوره او في بالونه ونفختها زياده بتفرقع. صحيح. احنا العين الحمد لله مش بيحصل لها ان هي تفرقع، لكن الضغط الزياده ده بيعمل لي ضمور في الاجزاء الداخليه للعين، خاصه العصب البصري. جميل جميل فبالتالي بيؤدي للعمى، وللاسف ملهوش اعراض الا في اوقات متاخره خالص. تمام. فده لكن هيعوز حلقة لوحده نتكلم عن الجلوكوما أو ضغط العين المرتفع، قصة كبيرة قوي الناس فاهمة المفروض حضرتك. تاخد بالها. بس الشخص اللي عنده ضغط الدم عالي ملهاش علاقة تماما بضغط العين، دي حاجة ودي حاجة. هو ده مريض وده مريض، تمام. لكن من ضمن البريدسبوزنج فاكتور أو الحاجات اللي بتساعد إن الناس ممكن بنلاقيها ان برضه موجوده مع الناس اللي عندها ضغط عين، ان او من عوامل الخطوره في الناس اللي عندهم ضغط عين، الناس اللي عندها ضغط دم وسكر مش مظبطين. تمام. طب هل في اي ملاحظات بالنسبه لمريض الضغط تاني حضرتك حابه تقوليها؟ مريض ضغط العين باكد تاني، القطرات بتاعه ضغط العين لازم بتتاخد في مواعيد ثابته، ملهاش دعوه بصيام ولا افطار. احنا بنظبط قطرات ضغط العين بالذات بتكون على الساعه، يعني في قطرات بتتاخد كل 12 ساعه، لازم بتتاخد في نفس الميعاد في كل يوم. فلازم مريض ضغط العين يبقى عارف مواعيده كويس، ما نلخبطش علشان ما يحصليش لخبطه. مثلا هتختلف مواعيد النوم والصحيان في رمضان، في رمضان يبقى من قبل الشهر بكام يوم ببدا بظبط مواعيد القطره بتاعتي، مع بحيث ان الشهر. بحيث ان انا طول الشهر همشي على نفس الميعاد الثابت. تمام؟ عشان مش كل يوم احط في ميعاد شكل، ومش لا اقول ان هي ما احطش وانا صايم، انا اصلا انا نايم او كذا وكذا. لا، لازم مواعيد القطرات بتاعت ضغط العين مهمه قوي ان هي تتاخد في مواعيدها. بإذن الله. نروح بقى للأخطر شوي، وهو للأسف طبعا مرض السكر، اللي يعني في كتير من الحالات قصادنا، في شباب سيدات رجال، الحالة بقت يعني للأسف كتير، يعني مرضى السكر كتير. نبدأ بمدى تأثر مريض السكر بالصيام، وطبعا مقصود بيها تأثر العين. بس مريض السكر زي ما قلنا ممكن ان هو يستفاد جدا بالصيام، وممكن ان هو يخسر كتير قوي في الصيام. تمام؟ لو انا هلتزم ان انا اظبط سكري في الصيام واتابع مع دكتور البطنه بتاعي واظبط مستوى سكر الدم كويس واظبط الاكل بتاعي بحيث استفاد من الصيام، هو يبقى دكتور البطنه هو اللي هيقول له هيصوم ازاي ولا مش هيصوم، تظبيط سكره هينفع ولا لا. الناس اللي بتاخد انسولين بيبقى ليهم كده لسته، وده بيقول له صوم وده بيقول له ما يصومش على حسب الحاله بتاعته. تمام؟ فلو انا هستغل الصيام ان انا اهتم واتابع مع دكتور البطنه من الاول واظبط طريقه الاكل بتاعي بحيث ان يكون سكري مظبط طول فتره الصيام، يبقى هنعدي فتره الصيام كويس قوي مع متابعه بسيطه مع دكتور العيون في ميعادها، هتبقى الدنيا كويسه. جميل. تمام؟ ده بالنسبه لكن للمريض الملتزم. المريض بقى فيه ناس كتير للاسف بنشوفها ان فتره الصيام تقول لك رمضان يا دكتور لا ابعديني عن دكتور البطن، مش هحلل سكر، انا عارفه كده كده ملخبط، انا عارفه كده كده ملخبط. صدقيني قبل ما بيكمل الشهر بيجي لنا مشاكل كتير، للاسف. خاصه هو اللي لو كان بيتاثر. بدا السكر اصلا ياثر على الشبكيه بتاعته. ما يعني هو عموما مرض السكر بيأثر على أجهزة الجسم كلها، بتبدأ بالعين. بتبدأ بالعين، أو من أكتر الأعضاء اللي بتتأثر وبيبان التأثير بتاعها إن هو بيبدأ يأثر لي على العين تمام. بمستويات مختلفة. يعني إن عندي مراحل لتأثير السكر على العين، من أول تأثير بسيط بيحتاج بس المتابعة، لغاية مراحل متوسطة بتحتاج تدخل بسيط سواء بالحقن أو الليزر، لغاية مراحل شديدة بتحتاج عمليات جراحية، لغايه مراحل اشد ان هو ممكن يوصل لي للعمى ويفقد النظر في العين دي لا تماما. قدر الله. تمام. فعشان كده مريض السكر لازم يبقى مخلي باله قوي وعارف ان عينه بتتاثر. احنا عندنا نوعين من السكر، سكر النوع الاول ده اللي هو بيكون معتمد على الانسولين، وسكر النوع الثاني اللي بيكون بيبدا بعد سن، كان الاول بنقول كبير، دلوقتي دلوقتي بنشوفه للاسف برضه في شباب، بس سن ما صغير. بيكونش اعتماده الاكتر على الانسولين. تمام؟ إلا في مراحل متأخرة. الفترة اللي بتقول إن مريض السكر لازم يفحص عينه بتعتمد على الفترة اللي قضى فيها السكر في جسم الإنسان دي قد إيه. فالدراسات بتقول إن النوع الأول من السكر بعد الماضي من 10 ل 15 سنة ممكن العين تتأثر، وحاليا الفترة دي بدأت تقل عن كده. تمام؟ أما مريض السكر النوع الثاني
ففي 20% من الموضة دول بنكتشف اصلا ان عندهم سكر من المشاكل بتاعت الشبكية اللي ظهرت في عينيهم. يعني ممكن يكون الشكوى الاولى هي العين، هي العين، ونتشخص احنا نشك ان احنا لا ده في مشاكل، في ارتشاح، في نزيف، بابا عندك سكر، لا طب نعمل تحليل وفحوصات. اول حاجه حضرتك بتطلبيها كطبيب عين تحليل السكر. تمام. ففي 20% من مرضى النوع الثاني من السكر بيتشخصوا من عياده العيون او بسبب ان حصلت مشاكل في عينيهم بدات تظهر من بدايه التشخيص ان هو عندهم سكر. تمام. وفي ناس النسبة الباقية بتبدأ تظهر على مستوى، طالما انا عندي عدى عليا اكتر من 5 سنين لازم يبقى ليا فحص دوري للعين، لاني وارد في اي وقت تبدأ تظهر مشاكل السكر في العين. جميل. يعني نقدر نقول ان مريض السكر هو اكتر الاشخاص اللي يكون حذر اثناء فترة الصيام فيما يتعلق بصحة عينه وصحة طبعا باقي اجهزة الجسم. الفايدة بقى، عشان يحصل على الفايدة من شهر رمضان مفروض يعمل ايه دكتورة؟ يعني يحرص على ايه؟ يمتنع عن ايه تماما؟ يعني اصل في حاجة لازم يمتنع وهو عارف ان لازم يمتنع وصحته ابدا من اي حاجة، فكمل معاك. طبعا لازم يمتنع عن كمية السكريات المصنعة اللي بطريقة كبيرة. تمام. ياخد الاكل اللي هو يظبط معاه النشويات والسكريات، مش هتفيدنا قوي ان هي تدينا شبع بعد فترة الصيام، وفي نفس الوقت هترفع لي مستوى السكر في الدم. فانا لازم ان انا انظم الاكل بتاعي بكميات معينة على حسب دكتور البطن او دكتور التغذية ما هيقوله، بحيث ان السكر بتاعي مستوى السكر في الدم يكون مظبوط طول اليوم، ما يبقاش عندي وقت سكره محروق ووقت سكره عالي جدا. اختلاف المستويات الجامده في مستوى سكر الدم ده بيعمل لي مشاكل في صحته ومشاكل في عينيه، فلازم ان انا ابقى متابع من بدايه من قبل الشهر، يبقى رايح عامل زياره لدكتور البطن او دكتور التغذيه ويديله علاج ان او يديله روتين هيمشي عليه، بحيث ان يبقى مستوى السكر منتظم في اغلبيه الوقت في البيت. تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه، لازم مريض السكر يتابع برضه ضغط الدم والكوليسترول. دول بيساعدوني انا في تظبيط السكر وفي تظبيط الارتشاح والحاجات اللي بتحصل له في عيني، المشاكل الشبكيه اللي بتحصل. تمام. لان انا لما بيزيد يرتفع ضغط الدم او بيزيد الكوليسترول في الدم ده بيأثر لي على بيزود مشاكل الشبكيه السكريه. فالحاجات دي لازم تتظبط. من فوائد الصيام لمريض السكر ان هو هيمتنع عن التدخين. دي من ضمن الحاجات اللي بتأثر عموما، يعني بتأثر على الجسم عموما وبتزود برضو فرصة التدهور في أمراض الشبكية السكرية. فأنا لو أنا امتنعت عن التدخين يبقى أنا أخدت فايدة العين مش بس الباقي. التأثير جسم من التدخين، الدخان اللي طالع على العين دكتورة كريستين، ولا عموما من التدخين؟ من مادة النيكوتين. مادة النيكوتين نفسها بتزود تصلب الشرايين، فبالتالي بتزود الانسداد في الأوعية الدموية الدقيقة بتاعت الشبكية، لأن اوريدي مريض السكر ايه اللي بيحصل في الشبكية عنده؟ يمكن لو عرضنا دي مرحلة من المراحل المتأخرة لمريض السكر. تمام. ان هو بدأ يحصل نزيف في الشبكيه والنظر هنا بيقل خالص. تمام. نرجع للصوره دي مثلا دكتوره، دي المرحله اللي قبلها ان هو بدا يحصل تليفات على الشبكيه. التليفات دي ممكن بيحصل منها النزيف او ان بتتشد على الشبكيه وتعمل لي انفصال شبكي. دي برضو من بدايات المراحل المتاخره. تمام. احنا عندنا صوره ثانيه. تمام. دي المرحلة اللي هي اللي يعتبر الأولى أو الثانية في مراحل الشبكية السكرية، إن هو بدأت تظهر الأوعية الدموية الجديدة. تمام. ودي بتكون أوعية غير طبيعية نتيجة إن الشبكية مش واصلها الغذاء ومش واصلها الأكسجين ولا الدم الكافي، فبيبدأ تحاول تطلع أوعية دموية جديدة، ودي اللي بيحصل منها النزيف برضه اللي بيحصل في الجسم الزجاجي أو على سطح الشبكية. تمام. ودي لازم بنعمل لها كيب الليزر علشان نقدر نوقف الموضوع ده. تمام. هل في معنى؟ ده برضو بتشرح لنا المراحل بتاعة السكر من هنا الشبكية الطبيعية. دي المرحلة اللي هو آخر صورة من هناك، اللي هو النان بروليفريتيف أو الاعتلال الشبكي اللا تكاثري، ودي بتكون من المراحل الأولى. إن أنا لو قدرت أظبط وأتابع كويس في المرحلة دي بحافظ على النظر بنسبة كبيرة جدا. تمام؟ لأني
للأسف الدنيا مش بتتحسن كتير، لكن أنا يهمني كل ما ببدأ بدري بحافظ على النظر بدري. كل ما الدنيا يعني حصل الإصابة، تقصدي حضرتك إني ما فيش حاجة بتخف، بس أنا أقدر أطول المدة اللي فيها الموضوع بيسوء شوي، نمنع بقى التدهور. انا لما ابدا في مرحله بدري، انا المفروض ان انا ببدا من اول مرحله، من هو قبل ما تبدا الشبكيه تتصاب بالمتابعه. مش هقدر امنع ان الشبكيه تتصاب، بس انا لما ابدا اعالج بدري كتير. مثلا لما بيكون عندي رشحه على مركز الابصار، بنعالج بالحقن داخل العين، بنحقن ادويه مثبطه داخل الجسم الزجاجي، فبالتالي بتقلل لي الرشح ده. لكن انا كل ما بسيب الرشح فترات طويله، حتى لو انا جيت عالجته بعد كده وتحسن الرشح نفسه كان على الاشعه، تمام، هيكون الخلايا النفسيه بتاعت الشبكيه ضعفت، فمش هيرجع النظر زي ما كان قبل ما يحصل الرشح اصلا. فانا كل ما بكتشف ان هيبدا يحصل الرشح وابدا اعمل الحقن بدري، انا بحافظ على النظر كويس، على النظر كويس، تمام. وهو ده الجديد فيما يتعلق بعلاج الشخص اللي هو مريض السكر. مريض السكر، احنا دلوقتي عندنا يمكن علاج جديد لسه اللي داخل مصر الشهر دوت، تمام، اللي هو نوع من انواع الحقن الجديده دي. احنا كان عندنا كذا نوع للحقن داخل العين. النوع الجديد ده بيتميز ان هو للناس اللي مش بتستجيب بسهوله للحقن اللي فاتت، في ناس بنضطر نحقنهم 3 و4 و6 مرات ما بيحصلش استجابه ان الرشح يتحسن، خاصه الناس اللي قعدت فتره طويله ما حقنتش، او ناس بتحتاج ان هي تحقن كل شهر. كل شهر تحقن، طبعا ده بيكون مكلف. العلاج الجديد او النوع الحقن الجديده، لو ينفع اقول اسمه، هو لا للاسف مش مشكله، هو نوع جديد نازل مصر. ده بيديني ان انا اوسع الجاب شويه، ان بدل ما انا هضطر احقن العيان كل شهر فتره طويله، لا احنا بنقدر نوصل. حس قالت ان قدرنا نوصل لفتره ان يفضل المريض من 3 ل4 شهور ما يحقنش. ده للناس اللي هي عينهم بترشح باستمرار، بترشح والاصابه عندهم، الاصابه عندها كتير، او الناس اللي برضه ما استفادتش من انواع الحقن اللي فاتت. في ناس بتحقن بال3 وال6 حقن وما نلاقيش اي تحسن في لا في النظر ولا في الاشعه. فدول لازم بنشفت لهم لحاجه اقوى. تمام، فده يعني نامل ان هنشوف فيه نتائج حلوه قوي مع الناس دي، وان المريض ده تتحسن عليه اكتر باذن الله. لكن يعني خلاص بالفعل هو هذا العلاج الجديد موجود في مصر، وتم استخدامه. بدانا نستخدمه من شهر 3، بدانا نشوف نتائج حلوه قوي. الحمد لله، كويسه الحمد لله. يعني خلينا نتكلم برضو عن مرضى الميه البيضاء او الميه الزرقاء، مع اختلاف ان الاثنين طبعا مختلفين. هل دول من ضمن الاشخاص اللي ليهم بعض التحذيرات او بعض النصائح الطبيه فيما يتعلق بالصيام، ولا دي حاله مؤقته الى حين التدخل الجراحي، وممكن يكون في حالات ما فيهاش تدخل جراحي؟ برضو نديهم نصيحه او معلومه دكتوره كريستين. بصي، الميه الزرقاء اللي هو زي ما قلنا ارتفاع ضغط العين، اهم حاجه بالنسبه لهم ان هو ناخد القطرات في معدن، تمام، ده اهم 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 حاجه، تمام. ما مش هتفرق معايا كتير هو صايم ولا مش صايم، بالعكس، بس تفرق ان انا ما اخدش جرعات سكريات زياده قوي، لان ده برضو بيأثر لي على كميه، والموالح الكتير قوي بيأثر لي على كميه السوائل داخل العين واختلاف في ضغط العين، تمام. عيان الميه البيضاء، الميه البيضاء زي ما بنقول اللي هي الميه البيضاء الشيخوخيه العاديه دي بتزيد مع الوقت، او الناس اللي عندهم سكر بتزيد اسرع. ايه اللي انا هقدر امنع بيه الميه البيضاء او ما امنعش بيه الميه البيضاء؟ ما فيش حاجه محدده، لكن دايما بنقول ان الانتي اوكسيدانت او التغذيه السليمه بتخلي اعراض الشيخوخه كلها تتاخر. تمام؟ فانا لما بيكون اكلي صحي وباكل خضار وفاكهه كتير، احنا ممكن نشوف ناس عندها 60 و70 سنه وما جالهاش ميه بيضاء. ميه بيضاء ده بسبب، وفي ناس في بدايه الاربعينات وعندها ميه بيضاء كتير. تمام؟ والتنين ميه بيضاء شيخوخيه ما هياش خلقيه ولا اصابيه ولا ولا ولا. يعني اللي هي الميه البيضاء العاديه اللي مع السن. فالاختلاف ده ايه؟ الاختلاف ده في ناس بتحافظ على صحتها، اكلها اغلبيته اكل صحي، بتاكل خضار وفاكهه كتير، فبالتالي بتاخد كميه انتي اوكسيدانت كتير، فده بتعطل الشيخوخه بتاعت عدسه العين. جميل، تمام. فبالتالي انا لو اهتميت باكل صحي اثناء الصيام هحافظ على عيني كويس.
لا الناس اللي بتعمل في الموضوع ده والناس بتلاقي عندها سكر وسكر مش متظبط، بيحصل زيادة رهيبة في المية البيضة بتاعتها. يعني في مجرد ما كانت على بداية شهور بنقول لهم لا لازم عملية، عملية. تمام، لكن في ناس بتقعد في البداية دي بالخمس والست سنين. طب يعني خلينا نبقى واضحين أكتر مع مشاهدينا. دكتورة كريستين، حضرتك قلتي اللي بيحصل من خلال التغذية على الأنتي أوكسيدنت، الانتي اوكسيدنت اللي هي العوامل المضادات الاكسده تمام، اللي بتكون موجوده في الخضار والفاكهه الطازجه. نترجمها بقى. ايوه، للاكل الايه يعني؟ يعني اي فاكهه، اي فاكهه طازه، اي خضار اي طازه، خضار طازه، الحاجات اللي بتزود المناعه بتاعت الجسم دي كلها بيبقى فيها كميه مضادات اكسده كويسه جدا، وبيبقى فيها كميه برضو ميه بترطب الجسم والبشره والعين كويسه جدا، فبيبقى عندنا فيها فيتامين، اي حاجه فيها فيتامين A وC وE دول مهمين جدا للعين. سي عارفين في كل الموالح تقريبا. كل الموالح. لكن الإيه ممكن موجود في الحاجات الورقيه، موجود في الجزر، موجود في صفار البيض، اوكي تمام، تمام. اي حاجه ملونه لونها اصفر احمر برتقاني فيها فيتامين A اوكي، بالاضافه للورقيه، تمام تمام. وطبعا في الاسماك خاصه الاسماك الدهنيه، احنا بنحمل السمك في رمضان. للاسف. الاسماك مهمه جدا مقصود ايه اكتر برضو للتوضيح؟ لا ربما يكون حد من مشاهدينا يعني الاسماك الدهنيه اللي هو زي البوري والتونه والحاجات اللي هي الاسماك البحر اكتر من اسماك النيل، اللي فيها بيبقى نسبه فيها زيوت، كميه زيوت اكتر، فدي بيبقى فيها اوميجا 3 اكتر وفيها فيتامين ايه اكتر. لكن هل في عدم يعني قدرتنا على الحصول على التغذيه دي، هل الفيتامينات دكتوره كريستين ممكن تعوض اوميجا 3؟ بنعوض ان احنا بناخد اللي هو المالتي فيتامينز او الاوميجا 3 خاصه بعد سن ال40، المفروض ان احنا بنمشي على كميات معينه كروتين او زي ما دكتور البطنه بينصح على حسب الحاله، هو عنده ضغط، عنده سكر، عنده حاجه زي كده محتاج انه ياخد فيتامين. طيب في نهاية يعني لقائنا مع حضرتك دكتورة كريستين، هل أغفلنا أي حد من يعني مشاهدينا أمراض بعينها نقدر نقول لهم نصيحة يعني نسيناها؟ لأني مهم جدا، احنا الهدف كله ان احنا ننصح مشاهدينا. هو يمكن ان احنا ما كملناش الجدول بتاع مريض السكر، ان هو سواء في شهر رمضان او في غير رمضان، احنا قلنا طالما عدى عليك 5 سنين سواء نوع اول او تاني، النوع الاول 5 سنين 10 سنين تمام، لازم هتبدا تفحص العين دوري كل 6 شهور. النوع التاني لازم بتفحص العين من اول ما تتشخص ان انت مريض سكر، تمام، وبتعمل تحليل سكر تراكم، بيحاول ان الدكتور يوصل تقريبيا السكر في جسمك ليه فتره قد ايه. بعد كده بنبدا كل 6 شهور نفحص العين كويس، تمام. لما بنلاقي ان بدا يحصل تغيرات في الشبكيه ابدا عالجها بدري، ما تخافش، ابدا تابع مع دكتورك، خليك واثق في طريقه العلاج. العلاج كله بسيط في الاول، ده بيعفينا من مشاكل كتير، وان احنا ندخل لا قدر الله في فقدان بصر او في تدهور شديد في النظر، ده احنا مش عايزين نوصل له، لان فعلا السكر مؤثر على ناس كتير قوي في مصر. ربنا يشفي الجميع، وشكرا لحضرتك على المعلومات النهارده، واتمنى ان مشاهدينا يكونوا يعني استفادوا من هذه المعلومات. صحتكم اهم من اي حاجه، هو شهر كريم كله عباده وصوم وليس غذاء واكل بتشكيله معينه، أهم حاجة الصحي والمفيد. في النهاية اسمحوا لي أن أنا أشكر دكتور كريستين لطيف استشاري طب وجراحة العيون، شكرا ليكي على مجموعة النصائح اللي قدمتها لنا النهاردة. كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم، ويعيدوا علينا وعلى كل مصر يا رب بخير يا رب. مشاهدينا شكرا ليكم، ونشوفكم على خير الأسبوع الجاي إن شاء الله، وحلقة جديدة من منتصف